للحديث عن المأزق التي تمر به العملية السياسية وعن عودة الاقتتال والحرب بين الميليشيات والأحزاب وسط رفض كل الأطراف التنازل، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، مرحبا بكم. يعني لماذا لم تستطع جولة الحوار التي دعا إليها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في أن تنزع فتيل الأزمة والاقتتال بين الكتل السياسية؟ ما سبب في ذلك؟ تحية لك ولقادر الطيب ولجمهوركم الكريم. أهلا بك يا مرحبا. الحوار من هكذا نوع من الحوار ومن الأهمية، يجب أن الذي يدير هذا الحوار أن يمتلك آليات وأدوات إنجاح، أو على الأقل استمرارية هذا الحوار باتجاه النجاح. لكن الكاظمي لا يملك أي من هذه الأدوات والآليات لتحقيق، لأنه هو الطرف الأضعف ما بين الأطراف التي حضرت الاجتماع. هو لا يمتلك قدرة سياسية ولا قدرة بروتوكولية يدير بها اللقاءات بشكل سليم أو صحيح. وكل الحضور يعرفون تماما أن حضورهم شكلي، ويستثمروا لصالحهم الحزبي أو الشخصي. حتى المؤسسة الأممية التي حضرت هي تريد أن تملي جدول أعمالها الأسبوعي أو الشهري، وتكتب أنها حضرت اجتماعات وحوارات، وهم عارفين تماماً أن هذا الحوار لا يفضي إلى أي نتيجة، لأن الطرف الأهم في الحوار في حواراتهم هو الطرف التيار الصدري. لم يحضر ومتعنت ولا يقبل أي من نتائج هذه الحوارات، ولذلك لم تخرج هذه الحوارات بأي قرار وبأي نتيجة تفضي إلى أمل للعراقيين في حل هذه الإشكالية أو غيرها. لأنه العملية هي أصلاً عملية سياسية باتت مثل ما تفضلتم في الموت السريع. أستاذ عبد الله، عدم وفاء الكاظمي بوعوده وعلى رأسها نزع السلاح خارج إطار الدولة، هل أسهم بوصول الأمور لهذه المرحلة من الفوضى؟ بمعنى آخر، هل يتحمل الكاظمي مسؤولية ما يجري في العراق من اقتتال بين الميليشيات؟ الكاظمي لا يتحمل أي مسؤولية في هذا المجال. العملية السياسية برمتها هي اللي أدت إلى هذه الفوضى واستمرارها. أما وجود سلاح خارج إطار سلطتهم، لا نقول الدولة، لا توجد دولة، هي دولة ميليشيات. السلاح، لا يوجد سلاح خارج هذه المنظومة السياسية اللي موجودة. كل السلاح اللي موجود الذي يضرب الشعب العراقي ويقتل النشطاء ويقتل ويعمل عصابات ويهدد الناس ويحضر المخدرات إلى البلد، كلها هذه موجودة ضمن إطار الدولة وتأخذ رواتبها من الدولة. لكن هم يسمون لمجاميع معينة، لعمل معين، يفرزون أسماء معينة جديدة وهمية، وبالتالي لما تجري التحقيقات تجد هذه المجموعة هي ضمن إطار تشكيلاتهم الأمنية أو ما يسمى بالحشد الشعبي. هذه هي، لا يوجد سلاح بالحقيقة خارج، هي دولة ميليشيات، لا يوجد سلاح خارج هذه الدولة، دولة الميليشيات، كلها سلاح رسمي وحكومي، والكاظمي يعرف ذلك تماما. في ذلك هو ليس مذنب بهذا، العملية السياسية كلها وأطرافها هم المذنبين جميعهم بهذه الفوضى وهذا السلاح الموجه ضد الشعب العراقي. الإطار التنسيقي أستاذ عبد الله يعني أكد مضيه بتشكيل الحكومة، هل تعتقد أن يسلم الطرف الآخر بهذه السهولة المقصود بها التيار الصدري، ونحن نتحدث عن دماء أريقت من الطرفين في الاشتباكات الأخيرة التي حدثت في بغداد؟ الحديث عن تشكيل حكومة إطارية في الوقت الحاضر هو للاستهلاك الإعلامي الموجود. الإطار يعرف تماما أنه لا يستطيع تشكيل حكومة خارج الصدر أو التيار الصدري. هم يعرفون تماما أن الأمر مغلق، لكن الموضوع هو يعتمد على مدى رغبة إيران في تحقيق أهدافها الآن، أم تنتظر ما بعد تحقيق الاتفاق النووي إذا تم بأي شكل من الأشكال، إن تم أو لم يتم. لكل حالة لها سيناريو محددة من قبل إيران. فالإطار يروج هذا لجماهيره لا أكثر، ولا يريد أن يدعي أنه هو الطرف الذي لا يستطيع تشكيل حكومة بدون التيار الصدري. هو يعرف تماما أنه غير قادر، لأن الأطراف الأخرى لا تريد أيضا أن يكون التيار الصدري خارج إطار حكوماته.
أستاذ عبد الله، على مستوى التيار الصدري أنتم تحدثتم في ذلك، ولكن هل تعتقد أن إعلانه أن أنصاره بحل من هو بمثابة ضوء أخضر لمواجهات مقبلة في المستقبل؟ الأطراف السياسية جميعها تعرف بعضها البعض، خصوصا الأطراف المسلحة تعرف نوايا الآخرين ويعرف سلوكهم ويعرف أنهم يستميلون بأي يستميلون لاستهداف أي شخص في حالة الغفلة أو أنه لم يملك سلاح كما فعلوا بالبصرة. هم يعرفون جماعتهم، يعرفون أنهم هؤلاء إذا ما سعوا للتهميش أو إلى يعني عملية إقصاء التيار الصدري أو قواه المسلحة إبعاد سلاح التيار الصدري عن المواجهة، فلذلك هو أعطى هذه الإشارة هو تهديد صريح واضح من الصدر إلى جماعة الإطار، أنه أنتم إذا ما قدمتم على مثل هذه الأفعال فالعمل الذي قمنا به في المنطقة الخضراء لا زال حياً وقواتنا موجودة ونحن الأقوى في المواجهة المباشرة. هذه هي كانت رسالة الصدرية تهديدية بالمطلق إلى جماعة الإطار. لو تحدثنا عن موقف إيران في ذات السياق، كيف تفهمون موقف إيران؟ هل تعتقد أنها سيكون لها دور مؤثر في اختيار رئيس وزراء جديد وفي تشكيل الحكومة المقبلة أستاذ عبد الله؟ هذا يعتمد على نتائج الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني الذي أجل إلى شهر 11 ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، فيما إذا وافقت أمريكا على الاتفاق بمعنى أنه ستكون هناك حكومة إيرانية أقرب إلى إيران، هي امتداد لحكومة عادل عبد المهدي التي هي كان من مشاريعها الأساسية وربط العراق مع إيران ربطاً عقائدياً في البداية ولمدة سنة، وبالتالي تدخل في علاقات اتفاقات استراتيجية أشبه بانضمام العراق إلى إيران. هذا إذا ما اتفقت إيران مع أمريكا. أما في حال عدم الاتفاق وعدم التوقيع على الاتفاق، فهناك إمكانية لإيران إثارة الزعزعة واستخدام الإطار في زعزعة الوضع في العراق تهديداً لأمريكا وتهديداً للشعب العراقي. هذه هي الإشكالية الإيرانية، وهذه هي الدور الذي يلعبه الإطار في ظل خدمة الأجندة الإيرانية. أستاذ عبد الله، بدقيقة لو تفضلتم بذلك، يعني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى إبعاد الميليشيات عن الزيارة الأربعينية، ولكن هل يمكن القول إن الميليشيات الآن تمر بمرحلة تصفية حسابات؟ بالتأكيد هي هذه تصفية الحسابات، وتأكيد إيران على أن ذراعنا هو الأقوى، ذراعنا هو الذي يدير عملية على أنه أكبر مظاهرة سياسية يعتبرونها الإيرانيين هي الأربعينية، لا يعتبروها زيارة دينية، هم يعتبروها مظاهرة إيرانية داخل العراق وقوة إيران، ولذلك الذراع الإيراني الموجود اللي هم الميليشيات أو ما يسمى بالعشر هو يقوم بهذه العمليات وقوم الإدارة على أنه هو الأقوى من الدولة، يمتلك الآلية لاعتقال الناس بكل الحجج ويمتلك السلاح ويمتلك الشارع الأمني فاصل الأمن بيده. هذا دليل رسالة إيرانية واضحة إلى العراقيين أنه ذراعتنا هي الأقوى منكم ومن أي أجهزة أمنية أخرى عراقية، ولا ما دور الحشد في حماية مسيرة يعني خلينا نسميها سلمية وزيارة دينية؟ ليش هناك أجهزة أمنية من واجباتها أن تؤدي ذلك الدور؟ ما دخل الحشد؟ الحشد ما يدعي أنه هو يحافظ على المناطق المحررة وغيرها، ليس ادعاءاته أنه هو يحفظ الحدود ويحفظ المناطق. نعم أستاذ عبد الله، عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لكم.